هاد حمزه من بيبي في هاد الحساب ديالو ملي كان جالس كيشرشم في البشر ارضا وجوا وطولا وعرضا وشرقا وغربا. فين كانوا هاد المتعاطفين؟ نيشان هادو دابا اللي كيتعاطفوا الناس عندنا حنا المغاربه هشاش كيخرج واحد كيبكي كي صافي كينسى واش دار. كاين القانون الاخوان، القانون لا يحمي المغفلين، القانون فوق الجميع. مازال ما درتيش ابوني واش كتسال؟ دير معنا ابون، زير معنا الصمت يلا. السلام عليكم، كيف حالكم اخواني الكرام؟ اين انتم؟ اشتقنا لكم. اليوم الاخوان غادي نسمعوا سعيدة شرف تخرج عن صمتها ونسمع واش قالت على دنيا باطمة وحساب مون بيبي اللي اثر عليها مسكينة واثر على العديد من الفنانة بشكل سلبي، وكاينين اللي دمر حياتهم، كاينين اللي دمر حياتهم. اجي نشوف واش قالت، لكن قبل من هادشي نشوفوا لي فيديو اللي صيفطته لنا. اولا اول فيديو على بركة الله. احنا ملاش قلنا ضروري نقصوا الكراغلة في البداية الإخوان عندنا ندوزو للموضوع ديالنا. سمعوا واش قالوا هاد الكراغلة. سمعوا احنا ملي استقلينا ما شفناش الجغمة تاع الماء. ملي استقلينا ما شفناش الجغمة تاع الماء، السيد بغى غير يشرب ما لقاش الماء. يا أيها الكراغلة شاد الشيء الكراغلة طرو باسينا في الماء قاسينا قوة والماء قاسينا. الواحد شو يجي من الخدمة يبعثوا قرو دبر راسك منين تجيب الجغمة تاع الماء طرو جمل يكون جمهور المدرسة جباه يشد كتاب وراه يقرا كيما كي وكي خاوت ويراجع وكاع باباه يقول له حول الدب ودي الدين وراه الماء الماء ماشي الغاز. الغاز مازال ما طلعش عليه المواطن هنا راه قال لك الغاز مازال ما كنهضروا هذاك ما تحلمش به. دابا الماء ما لقاوش يشربوه يقول لك راني عطشان خاصني الماء. حنا نتمناو ان شاء الله ونتحدى نتحدى اي مسؤول يجي هنايا ويقدر يعيش هذا المعيشة اللي رانا عايشينها. ودي راه المسؤولين وعايشين كثر منكم وكرمسي كثر منكم. ديك المره مسؤول خرج قال لهم 30 عام ما كليت البنان. والله غير نتحدى اي مسؤول. لا تحداهم نتحدى اي مسؤول. ما تقدروش تعيشوا هنا المعيشه اللي رانا عايشينها ما تقدروش تعيشوها. تميزرنا 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 تميزروا جدودنا وزدنا حنا تميزرنا. معليش حنا شوف لا جدودكم سمح لي ما تميزروش. جدودكم مازال جماجيم ديالهم في فرنسا، سيروا للمتحف جيبوه عاد هضروا على جدودكم. احنا معليش يا سيدي جينا احنا يا سيدي عكاشه احنا نعاود نوجهوا نداء للسلطات يا سيدي نساوي الغاز. عندهم الغاز عندهم اصطاد عندهم مدرسه عندهم كاع الامكانيات خاصهم غير يشربوا الماء. الشرب خاصهم غير الماء. الماء اللي ما عندهمش ما خصهاش جيبوا لهم غير الماء هو الصح. قال لك راهم عندنا لي غراتسيا راهم عندنا لي سيبيرات راهم هنا صاي كرهم من اللعب البز راهم بالويفي صاي استاد راه كومبلي خاصهم يشربوا خاصهم غير الماء. لو كيطلبوا مساكن غير الماء شو على دوله شو على دوله ولات كتطلب غير سله بلا عين. دوز الفيديو اخر. دخل بلاص اجوا دخل خضار يلا هيا في البطوله الجزائريه بلاص مساعد المدرب دخلوا خضار ما عرفت واش يسربي لهم في الخضره تما ولا دخل بلاصه اجوا دخل خضار. كيف خضار؟ خضار واحد خضار لا ما عندي الضغط انا هنا. لا كيف خضار دخل في مكان في مكان مساعد مدرب؟ اه. منين جا هذا الخضار؟ يسكن التم ولا جا منا معاكم عاصمه ولا ما نعرفوش والله ما نعرف. يلا شتي الجزائر كي دايره ما تعرفوش دولة عشوائية غادية غير بالعشوائية أصلاً. بلي بلي خضار يعني الشخص ما عنده حتى علاقة بالمنتخب الوطني دخل وشغل المنصب تاع مساعد المدرب. لا قال واش كان يدير بالتحديد؟ كوم اتلات جامي شفناه كيما كوم اتلات ديليت ما نعرفوش واش كان يدير اكزاكتومون كمساعد مدرب. مساعد مدرب واش كان يدير تما؟ يعطيكم دي كونسين واش كان يدير؟ ديبار الفينيش زعما كنديرو لي تيست هو يدير لنا شغل اربيتر يعاونوا في الماتيريال اللي يحبط معاه الموتور باتو سويفر مساعد مساعد خضر. دوزو الفيديو اخر. الطواليت شو الطواليت ديالهم؟ مساكن اقسم بالله الا كيعانيو قسما بالله هاد الكراغله الا كي هاد الجزائريين بهاد الكراغله. الكراغله كنقصد بهم اللي كيسبوا المغرب والمغاربه. الكراغله كنقصد بهم دوك اللي كيشتموا المغاربه
اما اللي كيحترمونا سميوهم جزائريين. هاد الجزائري والله الا كيعانيو بالله. شو صاحبي الطواليت ديالو كي داير الطواليت؟ فهمينا طوالات كيما هادي الا حاجه تاع الماء ندلها البيدو ولا حاجه وحده اخرى ندير لها الكوش ما عنديش كي ندير طوالات. حتى لاش غادي تبقاو صابرين يا الكراغلة يا الجزائريين؟ حتى لاش غادي تبقاو صابرين؟ حتى لاش تقطعوا لكم الاكسجين؟ داكشي اللي بقى. السيد خرج كي قال لك انا ما لقيتش الماء اللي نشرب، جغماد الماء كنقلب عليها. خرج الاخر قال لي هاد الطواليت ديالي كنديرو في السطل، حاشاكم في السطل. حتى لاش تبقاو صابرين؟ حتى لاش. دوزوا الفيديو اخر الاخوان. هاد حمزه من بيبي في هاد الحساب ديالو ملي كان جالس كيشرشم في البشر ارضا وجوا وطولا وعرضا وشرقا وغربا، فين كانوا هاد المتعاطفين؟ نيشان هادو دابا اللي كيتعاطفوا. الناس عندنا حنا المغاربه هشاش، كيخرج واحد كيبكي كي صافي كينسى واش دار. ها كاين القانون الاخوان، القانون لا يحمي المغفلين، القانون فوق الجميع. باش عجبني الحال مؤخرا ولينا كنشوفوا شي وحدين اللي كيعتبروا رؤوسهم مشهورين ولا معروفين ولا ما يقدروش ان كيقول من القانون فراني، حتى ديروا فرانية حتى وقف الشريف. ما كاين لا رئيس هذا لا استاذ هذا لا مشهور فهذا لا كبير فهذا لا والو، القانون فوق الجميع. فين كانوا هاد الناس؟ راه باقي كنقولها ما كنشمتش والحبس ما كنبغي حتى شي انسان، وباقي كنقول سديت انا خديت حقي من الانسان كان متهم ولا مدان. ها الدقان الدقان وما راه ما الناس دايرين الفوطه ديال الدقان. وهذه هي اللي تاثرات. عندك هاد سعيده شرف وعندك مريم سعيد، ياك سميتها مريم سعيد، سميتها مريم سعيد الاعلاميه اللي خدامه في الخليج، اللي هاد الحساب دمر حياتها، دمر حياتها. خليك من العديد من المغربيات اللي تدمروا حياتهم، وهاد الحساب وصل حتى البنت نيبة، وصل بزاف ديال المغربيات اللي تأثروا بهاد الحساب هذا. جي دابا جوج دمعات يخرجوا من واحد، لا صافي وخليه والله يسامح، الله يسامح، راه الناس تدمروا، الناس راه تخلى دار عشهم كما كيقولوا. وما تنساوش واحد النقطة مهمة، أنا بالنسبة لي هاد الناس هادو اللي داخلين عندي، كنقولهاش على الناس اللي واعيين وفاهمين، كنقول على هادو اللي دخلوا عندي الخاص وجالسين لاحشوا ما عارف بحال أنا القانون في يدي. سعيدة شرف راه دارت بها شكاية مؤخرا ودارت إبان اللي راه باقي محطوطة لحد الساعة في الانستغرام في لاباج. يعني هاد أخت الفنانة راه محطوط الشكاية اللي دايرة بيا، شنو الهدف منها؟ حبسي، شنو الهدف منها؟ عيق منها عقابي. ومع ذلك كنقول لها مرحبا، إلا أنا درت شي حاجة عاقبين أختي. نيشان القانون فوق الجميع. نيشان ولا درت لك شي حاجه اون بيغسون مرحبا، انا راه دعيت حساب، راه ما دعيتكش، انا راه ما دعيتكش وما ندعيكش اون بيغسون. ماشي من اخلاقي كنجرجر في الفنانين انا ولا ندير فيهم، لانه كتبقى فيا الانسانيه، ولكن كحساب حمزه من بيبي من حقي. نيشان هي دعت الحساب، هي الحساب هو اللي دمرها، ما دعاتش بالاسم ديال كل شي فنانه ولا، الحساب هو اللي خرج عليها هذيك تحاول تاخذ حقها. كنت واقفه كنت صامده وما رجعتش اللور وما خفتش، تهددت ما خلاو ما داروا، ساوموني ما خلاو ما داروا، هاد حمزه من بيب والو ما داو مني الا ذبحت. ساوموني عرضوا عليها المال على حسابها، راه ما كنقول والو من عندي، هاد المواضيع راه خطيره الاخوان اللي صدقوا حتى حنا مجرجرين فيها. داكشي اللي كنسمع اللي كنقول لكم ما كنزيد والو من عندي. المسمار ملي كيدق والجهه الاخرى ما خرجش المسمار، راه سعيده شرف الجهه الاخرى. كبرنا حرار، ولاد هاد البلاد حرار، ما نظلمش وما نتعدى وما نبغيش ياخذ حقي. كنعاود خديت حقي منين دان الانسان، صافي ما بغاش الحبس لحتى شي انسان انا. وشكرا جزيلا للقضاء المغربي النزيه اللي برأني انا واختي ابتدائيا وثانويا من هذا الحساب المشبوه اللي اصحابه هما واقيلا اللي دايرين الشكايه، هما صحابه قادينه وطيبينه وبغاو يتعدوا على الناس. واش خدات البراءه الاخوان راه تختانا صافي في هذا الموضوع. وهذا المحضر كي كتبوا كيقولوا ما درناش شكايه فلان وفلانه، الدنيا ما وقتها، ها هو المحضر هذا الفرقه الوطنيه، ما داروش شكايه من الحساب.
الدنيا بات موخثة. اللي دخلني في الذبعة ودخلنا في المؤامرة الله يخذ فيها الحق. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. وأخيرا شكرا لصاحب الجلالة أنه متعنا كمواطنين كمواطنين مغاربة كل الناس سواسية بالعزم الملكي. والله يحفظه ويحفظ بلادنا ويحفظ صحراءنا المغربية. أخوان ما تدخلوش السياسة تما. ما تدخلوش الصحراء راه مغربية رغم عن ألف الجميع. من طنجة للقويرة اللي قال الصحراء ماشي مغربية خصو يتعاقب خصو يتم معاقبته. هذيك راه وحدة ترابية ما تدخلوهاش في هاد المواضيع. ما تدخلوهاش هذيك رفع عنها القلم. الصحراء راه مغربية سالينا داك الموضوع. شنو اللي بغى فيكم يكسب العطف وكذا؟ لا الصحراء مغربية خصك تقولها سواء تعاقبتي دخلتي السجن سواء خرجتي سواء وقع لك شي حاجة سواء ما وقع لكش. هذيك رفع عنها القلم. نجيوش مبدا نجبدوها في بحال هاد المواضيع. الاخوان يبقى الراي ليكم في لي كومونتير. انا غير داكشي اللي شفت في لي فيديو كنعلق عليه ما كنزيد والو من عندي. هادي ديروها بالكم تمشيو تجرجروا فينا. الاخوان وصلنا اخر هاد الفيديو. تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للحاقدين. السلام عليكم.